وانفعنا علمتنا وارزقنا العلم والعمل والإخلاص للمطلوب فيه. رأينا في أوزان المجرد الصحيح المجرد مثالا واحدا وهو كسب يكسب، فإذا قلنا كسب يكسب فالوزن يكون فعل يفعل. نحن ذكرنا أن الفعل الثلاثي يكون على وزن فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل. الفعل الذي صرفناه هو كسب كسب يكسب، يعني فعل يفعل، يعني كسب يكسب. يفعل فعل يفعل. مثال سكب يسكب معنى في الأوزان فاعل في الماضي يفعل، معنى فاعل يفعل. مثل قاروبة يقربه وهو مثل قديمة يقضي الأمور. عن سكب وذهب وقاب Thank you.
المصرح هذه الأفعال كما فعلنا مع الفعل الآخر. نأخذ نموذج المفعول على السبورة والبقي على الكراسات. يعني سنقوم بوضع أربع جداول تماما مثل الجدول الأول، فيه الضمائر، كل الضمائر على الخطاب والمتكلم والقائل، على المخرج والمتمول والجمع. مع أن أخذ سكبة
هما في الأصل مرة لا بعد هناك هما وهما هما مذكر وهما مؤنث امسح هم وهن هما سكت الأولى نعم الثاني سكت هم Gracias.